واحدة من الباحثات عن الحرية وكلامها صادم عن المثلية. الهجوم عليها من شيخ أو مثقف أو فنان، والمستشار قال عليها ست لسانها فلتان. ضفتي المخرجة الجريئة إناس الدغيدي. قالوا عنك شيطانة في صورة ست. ولا شيطان وحش؟ مخرجة الأفلام الصادمة. صادم. يعني هتحط في التاريخ غصب عن أي حد. إناس الدغيدي أي حاجة الناس رفضها هي موافقة عليها. عشان أنا سابقة الناس في التفكير. ولما بروح المدرسة لابسين مينو جيب. عرفت ليه يا شيخ الحارة كنا معريين رجلينا؟ عشان ما كانش عندنا عقد ولا كلاكيع. نطلع فاصل يا جماعة. لو خيرت إناس الدغيدي بين الحجاب أو الموت، هتختار الموت. أول واحدة تقعد على الكرسي ده تعترف إنها كانت رايحة برنامج رامز جلال وهي عارفة وكل الناس بيبقوا عارفين. مش ممكن تتجوزي واحد بس. مش الدرجة دي طبوسة. شيخ الحارة الموسم الثاني مع الإعلامية بسمة وهبة في رمضان حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.